قلت الشيخ حكم التسمي بعزيز ورحيم نحو ذلك الاسم لا بأس به، لا بأس أن تسمي ابنك عزيز أو رحيم، لأن هذا قد وصف به غير الله. قال الله تعالى: وقالت امرأة العزيز، وقال تعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ها؟ نعم. إيش؟ وش به؟ لا لا تسمي العزيز إلا على سبيل الوصف، لا تجعل اسما له، لكن تقول العزيز على أن وصف مثل السلطان والأمير لا بأس. نعم.